أصحاب السعادة، حضرة المندوبين الموقرين، أنه لشرف عظيم لي أن ألعب دورا في هذا الحفل الافتتاحي لمؤتمر الأطراف 27. حضرة الرئيس شكرا جزيلا. حضرة الأمين الأمين العام شكرا لك على قيادتك للعالم أجمع. نحن جميعا موجودون هنا اليوم لأننا نواصل استخدام الجو المحيط بنا والمحيط بكوكبنا، واليوم نحن نرمي 160 مليون طن من الملوثات في الفضاء، وهي ملوثات من صنع الإنسان، وكل جزئية تستمر 100 عام، وهذا يؤدي إلى زيادة الحرارة، وكأن هيروشيما تنفجر كل يوم على كوكبنا، ولهذا السبب نرى كل هذه الكوارث في الواقع. النمط واضح هو يزداد سوءا وبثبات، وما معنى مشكلة مصداقية؟ نحن جميعا نحن نتكلم ونحن نطالب، ولكننا لا نقوم بما يكفي. أمامنا خيار مواصلة هذا النمط، النمط الذي ينطوي على سلوكيات مدمرة. أمامنا خيارات في تقليد الدين. لقد تعلمت أن الله قبل الإنسانية اختار بين اللعنة وبين البركة وبين الحياة والموت، ونحن أمام هذا الخيار اليوم، حيث نستطيع أن نواصل ثقافة الموت التي تحين بتبعيات الحفريات، وذلك من خلال حفر أشكال جديدة من الموت، ومن خلال طرائق تتسبب مزيدا من الأموات. في ذلك 8.7 مليون شخص يموتون كل عام بسبب التلوث الذي يعود إلى حرق الأحفوريات. في الواقع اللعنة أو اللعنات التي نستمر في اختيارها هي واضحة أكثر من أي وقت مضى. لقد رأيناها في هذا الفيلم، حيث أن سلسلة باكستان هو تحت 117,000 شخص أو 1700 شخص قد قتلوا. إن موجات الحرارة في الصين التي دامت 70 يوما مع حرارة تجاوزت 40 درجة في مناطق واسعة في الصين، كذلك العواصف وأيضا الأمطار والفيضانات، ما يزيد عن ملايين نازح من نيجيريا مضى أسبوعين، وملايين آخر من تشاد، وإن دلتا النيل تتعرض للتملح، فيما أن يتم التمليح فعلا تسبب بملوحة أكبر منطقة زراعية في مصر وأيضا في الدلتا وفي أماكن أخرى. الجفاف يتسبب بجفاف نهر المسيسيبي والأمر السيان بالنسبة إلى دجلة والفرات، أيضا الخزانات المائية في شمال أمريكا تتوصل أو تصل إلى أحواض جامدة. هنالك أيضا جوع في قرن أفريقيا، هنالك تدهور في مدغشقر وجلات المناطق الأمنة التي تعتبر اليوم جانب الأطباء بأنها غير قابل للعيش فيها بسبب الرطوبة والحرارة صغيرة، ولكن معادة للتواصل إلى حد أن الخبراء يتوقعون يتنبؤون بمليار ملاجئ يقطعوا الحدود بسبب المناخ. فكروا في هؤلاء الملايين مع كل الأجانب وشعبوية سلطوية التي تسبب بها مواجهات اللاجئين، وتصوروا ما يفعله مليار لاجئ، وأن هذا سيقضي على كل قدرة على الحوكمة الذاتية، وعلينا أن نتحرك وأن نعمل. نحن نعلم وهذا مأساوي أنه
عبر دول أفريقيا. هذه الآثار تزداد سوءا وحتى في الجزر المحيطة لهذا وفي أماكن أخرى، والفقراء هم أكثر من يعاني. بس من قال أن تغير المناخ هو الفصل العنصري في زمننا هذا. نحن لسنا مضطرين لاختيار المعنى، نستطيع أن نختار البركة، بما في ذلك البركة المتمثلة بطاقة المتجددة. نحن اليوم في المراحل الأولى من الثورة المستدامة التي لديها حجم ثورة صناعية وسرعة الثورة الرقمية. لو استثمرنا فيها ولو بدأنا ندعم ثقافة الموت، عندئذ نستطيع أن ننقذ أنفسنا. دولار مقابل دولار، كل دولار يستثمر في الطاقة المتجددة يخلق 3 مرات فرصا أكثر من الاستثمار في الحفريات والثورية. تخفض من التضخم. أن وكالة الطاقة الدولية تكلمت عن أرخص طاقة في العالم، وأن أفريقيا تستطيع أن تكون القوة العظمى في الطاقة المتجددة. تملك 40% من القدرات العالمية التي تسمح بالطاقة الهوائية والطاقة الشمسية، وهي 400 مرة أكبر من مجموع مخزون الأحفوريات. هذا ليس مجرد كلام. لو نظرتم إلى الطاقة المتجددة في العام الماضي في الواقع، نرى أن الطاقة المتجددة هي الرخيصة في 100% من العالم، ولكن هذا غير كأن نزيد من دعمنا لطاقة النظيف. إذا كنا معنا تراجع التزاماتنا بالنسبة إلى تمويل التراجع عن الحفريات، فإن الخبراء في الطاقة والعلماء قالوا أن أي تطور في الحفريات غير متماشٍ مع الهدف المرجو وهو 1.5 درجات حرارة إضافية. لقد قلت حدث الأمين العام، نحن وصلنا إلى أعلى الجبل. يجب أن نوقف عملية الحفر الأحفوري، يجب أن نتوقف عن جعل هذه الأزمة أسوأ، يجب أن نضع حدا لاستخدام الغاز الذي نأتي به والذي يجعل الدول تواجه الفوضى المناخية. وهنالك الملايين المحصورة والمحبوسة هنا في أفريقيا في زمن الاضطرابات في الأسواق الطاقة، فإننا لا ينبغي أن نخلط بين المدى القصير والمدى الطويل، ولا ينبغي أن نكذب على أنفسنا بالنسبة إلى الحفريات التي تستخدم بسبب حرب مريعة ضد أوكرانيا. لا ينبغي أن نعتمدها أو نعتبرها كحجة للانتقال إلى الحفريات. يجب أن نتجاوز الاستعمار الحفري، وهذا هو ناشف الغاز، يعني يجب أن يرسل إلى الدول الثرية، ويجب أن يذلل الحواجز أما تريليونات المطلوبة من أجل تمويل المناخ. وإن لطاقة ما هو مطلوب يمكن أن يوفره القطاع الخاص وحده. وأنا أؤيد الحكومات التي تدفع الأعمال عن الخسائر والأضرار والتكيف، ولكن لكن واضحين جدا، فإنها مسألة البلايين. نحن إلى 1.5 تريليون دولار من أجل الانتقال، وهذا يأتي من خلال الرساميل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة وفي كندا. إذا نظرتم إلى تمويل الطاقة المتجددة، فإن 93% يأتي من سوق القطاع الخاص. ولو نظرتم إلى أفريقيا، هنالك مبالغ أقل، ولكن النسبة المئوية التي تأتي من القطاع الخاص ليست 96% بل 14% فقط. نتكلم عن 76% التي تأتي من الحكومات. لماذا؟ على سبيل المثال، لو أردت أن تبني حق
لن شمسيا في نيجيريا، ولو أن هذا مربح عليك أن تدفع معادلة الفائدة هي 7 مرات أعلى من معادلة الفائدة التي يدفعها دول في منظمة التعاون الاقتصادي في أوروبا. هذا غير منطقي. البنك الدولي ومصارف التنمية متعددة الأطراف عليها تعيش ذلك. علينا أن أعود إلى بريتون وودز وأن نعيد إصلاح نظام البنك الدولي والسماح بالوصول إلى الرسائل الخاصة من أجل الدول النامية. هذه لحظة من أجل العمل الجسور، ولا نستطيع أن نبقى متخاذلين وأن نبقى مهملين. تذكروا المصرفي الذي قال في بداية هذا العام عند مناقشة أثر الأزمة المناخية: من يبالي؟ لا، حين طرد ذكرني بالكاتب الذي قال إن كل الحقيقة هو أسوأ ما يحصل في إطار الأعمال. والحقيقة هي أن لدينا محدودياتنا ونقاط ضعفنا، ولكن كبشر نحن أيضا لدينا القدرة من أجل تجاوز هذه المحدوديات. إن إبراهام لينكولن قال يوما أن المناسبة تأتي مع الصعوبات، وعلينا أن نقف مع المناسبة. وبما أن حالتنا هي جديدة ويجب أن نفكر بطريقة جديدة ونعمل بطريقة جديدة، ويجب أن نتجاوز أنفسنا ويجب أن ننقذ بلادنا. بهذه الطريقة نستطيع أن ننقذ عالمنا. المزيد مطلوب منا، ولكن لدينا القاعدة من أجل الشعور بالأمل. منذ أيامنا شعب البرازيل طالب بوضع حد لتدمير الأمازون. في بداية هذا العام الشعب الأسترالي خطر أن يبدأ بقيادة ثورة الطاقة المتجددة، وفي بداية هذا العام شعب بلادي خطر قادة قانوننا ينطوي على التشريعات المناخية الأكبر في العالم. لقد تم التوصل إلى اتفاق كيغالي، وإذا وصلنا إلى الصفر الخام ما يقولون لنا أن حرارة الأرض ستتوقف عن الارتفاع، ولو بقينا عند الصفر الخام فإن نصف ثاني أكسيد الكربون سيتراجع في غضون 30 عاما. ولكن يجب أن نختار البركة عوضا عن اللعنة، يجب أن نختار الحياة على الموت. لو كنا نريد أن نجعل من هذا المؤتمر مؤتمر يحرك التنفيذ على أساس غلاسكو، علينا أن نجهز نفسنا بالموارد التي تدعم مسار نحو الصفر الخام. ولا بد من المساءلة، وأهنئ من العمل أنه جعل من الشفافية حول أهداف الصفر الخام أولوية. وبعد أيام فإن ائتلاف الخبراء والعلماء والباحثين والمنظمات الحكومية سيعلن عن أول جردات للمواقع والموارد خاصة بغازات دافئة، وهذا رمز يستخدم لمعرفة أين تكمن هذه الملوثات أو من أين يأتي هذا التلوث. يوجد مسار نستطيع أن نسلكه ابتداء من اليوم من أجل مستقبل يملأه الأمل. كنقطة أخيرة، بدأت بالقول أن أمامنا مشكلة مصداقية، ولكن أمامنا القدرة على التصدي لهذه المشكلة. ولو كان أحدكم يشك في أن النصر تطيع أن نتمتع بالإرادة السياسية لإنقاذ مستقبلنا، أعلم أن الإرادة السياسية بحد ذاتها مورد متجدد. شكرا جزيلا.